بسم الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. ربنا اهدنا ورشدنا واغفر لنا ذنوبنا واصرفنا بامرنا. اللهم لا تجعل الشيطان علينا ولا سلطانا، واجعلنا دائما منتصرين عليه ايما انتصار بفضلك يا رحمن. امين يا رب العالمين. اما بعد، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وارفع بعجاله مذكر النساء أن الغيرة ليست في صالحهن أبدا، لأنه لا يمكن فهم المولى سبحانه وتعالى في تمييز بين الذكور والإناث. فالذكر هو بطبيعته مزواج، والأنثى هي لا يمكن لها أن تكون زوجة صالحة إلا إذا جمعت حتى يعتبر بالنسب ولا يتعدى على حرمة قانون الميراث. ولما جوا على عدة الشيخ والمف اتصور وراء ملام اتقاسموها عدة رجال حتى في تعب والولاء لمن وثم هذا مش بتعرف يا رجلها وسيدها كما تكونتي تاج راسها كما تقول العامة. على كل حال، مسألة طويلة وتحدثنا فيها كثيرا. هنا أنا مش اختصر على حديث متفق عليه وهو كما يلي. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ما غرت على خديجة. يعني كانت فعلا تتأذى من سلوك النبي عليه الصلاة والسلام، وهو يذكر محاسن خديجة أمنا الأولى عليها السلام عليها الرضوان رضي الله عنها. شوف، قال ما غرت على خديجة رضي الله عنها، فهو لا يرى منها ورضي الله عنها من الأدب، لكن هي أنا موتى المؤمن من لا ينافق. قال غرت وما رأيت وقدت، وأنا ما حضرت شيء شفتها، ولكن غرت منها رغم غيابها الدنيوي أنا غيرها، ولكن كان يكثر أولي يحيرها الغيرة هو نقص في النساء. فهو وفيه زوجة وكانت مرة به، وكان زفافه هما كان قمة في المثالية، كانت مثل التقاء عز رجل مع عز أنثى في مايا زيجة بارك الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات. واعترفوا أنتم زيجة هذيك كانت هي مايا بركة من الله أن يكون الأمة رسول كريم عليه السلام بدون لا تكون أمة إسلامية في ذلك الزمان حتى قيام الساعة، وبدون زوجته لا تكون عائلة نبوية. آل النبي عليه الصلاة والسلام استمروا إلى قيام الساعة عن طريق خديجة عليها السلام. حيث يفهم بالضبط من بركة الرحمن وخيرات الرحمن، ولكن كما يكثر ذكرها وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء على قدر أحباب السيدة خديجة أمنا عليها السلام، أعضاء ثم يبعثها في صدائق أي صديقات خديجة. وربما قلت له وما تذكرش يعني أنا الغيرة ساعة تشد عليها يشتد بأسه عليها. ولا عذاب النساء لأنهم هوش كريم بالضبط، اللي الرحمن يختار ما يشاء، ليس للأنثى ولا للذكر شأن في هذا. وهذا اللي خلى النساء اللي مروا عيش في الرجال، وخلى الرجال يعني يتزوجوا خلسة، لأنه السلاطين كلهم يخطبوا في ولد النساء على أساس صور رعب معصرين مودرن وعلى أساس أصوات النساء. يعني وانتم اليوم بأصوات النساء يصور فيكم الشيطان، يعني تقنوا سنة الله وفطرته، تقنوا لمن؟ هل تقنوا هذا لمن؟ تقتلون ود النساء، وإلا ترضون رب الرجال والنساء تقتلوا أعقمتم فيه. المسألة طويلة ومعقدة، ثم يقطع أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة. شوفوا اللعمة المباركة بينهما خلى النبي عليه الصلاة والسلام يذكرها دائما ويبر من صديقاتها. ربما قلت له
كأن لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة. ياش وصلكم لهيك؟ بخش مية وقت اللي أب خديجة موش فيك من الأدب بنفس أدب الواحد كسل مع الرجال الأحرار اللي مو ميحة حق عندكم مفهوم اللي أنتم تو عندكم نساء في بالا عندنا رجل والله هذا اللي يشبه رجل وربما أمين وربما منافق وربما سقط جميع الميل شبيكم ما عادش تتفقوا حتى شيء ما عادش تميزوا ما بين الرجل الصحيح والرجل الكاذب سبحان الله. على كل حال هي العذابات اللي انتم فيها والمهانات اللي هي من صنع كل النساء وذاك علاش اغلبكم في الجامع لانكم لا تفقهون لا تفقهون شيئا وتكفرون العشير العشير صحيح اليوم ما عادش عنده صيت ما عادش عنده قيمه لان وليتم انتم السقاطه هو الكل وذاك علاش شاف فيكم يسي 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 اللي عنده فلوس هذاك يسي اللي عنده فلوس هذاك يخطئ اللي عنده سي هذاك يرضي على حسابي ديني وعلى حسابي كرامتي وعلى حسابي حريتي كأن لم يكن في الدنيا امرأة إلا خبيثة فيقول إنها كانت وكانت كم يسد الأم خديجة عليه السلام كيف يسد عليها نبينا عليه الصلاة والسلام يشهد لها وكان منها ولد آثم أفهم يعني رب يميزها مسكونية الوحيدة المنجبة لنبينا عليه الصلاة والسلام يكفيها شرفا أن عرفت قدره قبل نزول الوحي وعند نزوله كيف لم تخذله بل دفعته إلى بدء الرسالة كما يجب أن تكون الرسالة وعند عشرتك الأقربين واصدع بما تؤمر كانت هي عندنا نصيب ذلك الراقب في قول الرسالة يعني تحب سيدة عائشة ند سيدة خلت أبدا نحب لا نكره هذا قانون الله ويختار الله ما يشاء نسأل الله السلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.